ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. النهارده هحكي لكم قصه من اجمل القصص الرومانسيه اللي ممكن تتابعها، روايتنا للكاتبه الجميله سوما العربي. يلا بينا نتابعها مع بعض. وقبل ما نبدا احب افكركم، لو انت لسه ما اشتركتش في القناه اتمنى تشترك فيها وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. ولو عجبتك القصة ما تنسونيش بلايك فضلا وليس أمرا. ويلا بينا نبدأ. دخل قاسم للشركة وهو مولع من الغضب، ووشه أحمر وعروقه بارزة، هيئته مرعبة يترعش منها أي حد بيقابله في الطريق من العمال اللي عنده. وبقى الخبر المتداول على لسان كل العمال إن قاسم بيه حصلت عنده كارثة كبيرة، وهيكون يوم عصيب عليهم جميعا. فدعوا ربنا انه يمر اليوم ده بدون ما يصطدموا بالوحش الغاضب ده. فطلع لمكتب مها وهو غضبان ومقرر انه هيخنقها لحد ما تموت بسبب الصورة السيئة اللي وصلتها لجودي اللي عشقها حد النخاع. بالفعل فقاسم مختارش عشقها، ولكن لو بيده هيقتلع العشق ده من روحه، ولكن بقت بتمشي في عروقه زي الدم، وخرج الأمر عن سيطرته وانتهى. فكان بيفكر في الطريقة اللي هيعذب فيها مها وهو ماشي، وبيقول في نفسه إنه هيقتلها أو يحرقها أو يقطعها ويحطها في كياس، ولكن هتغضب منه حبيبته وهو ضعيف قصاد غضبها. فزق الباب برجله وعينه بتقدح شرار لدرجة إن مها ممكن تقسم انه هيحرقها حية 1000 مرة، بالرغم من انها مش عارفة ايه اللي عملته. فارتعشت وهي شايفاه قصادها زي الطور الهايج في مصارعة حقيقية، وخلاص هينقض عليها. فتكلم اخيرا وهو بيسك على اسنانه مشدد على كل حرف بهدوء ما يسبق العاصفة، فقال انا عايز اعرف انتي قايلة ايه لجودي مخليها واخدة الصورة الزفت دي؟ ايه اللي حصل يا فندم؟ زاد غضبه وبدأ يصور فعلا، وقال بحدة وصوت عالي قلت لها ايه عني مخليها خايفة مني كده؟ ما قلتش. ما تكدبيش، هي قالت قدامي ان مها ياما حذرتني منك وانها مش زي البنات اللي اعرفهم، انت حكي لها ايه؟ كان بيصرخ فيها، ولكن تأكل قلب مها على بنت خالتها فنسيت خوفها منه مؤقتا وقالت هو حضرتك عملت لها ايه خلاها تقولك كده؟ انا اللي بسأل هنا، ما هو اكيد حضرتك حاولت تتحرش. قاطع كلمتها وهو بيصرخ والشر بيطاير من عينيه، فقال مها الزامي حدودك قولي مفهمها ايه. فخرج عادل على صوت صراخه ولقي قاسم على اخره من الغضب، اما مها فواقفة بتحدي قصاده بدون ما تخاف من غضبه، فالشرف عندها في المقام الأول حتى لو اضطرت إنها تسيب شغلها في الشركة. فعمرها ما هتسمح لي بالتحرش ببنت خالتها النقية البريئة واللي هي أمانة أمها وخالتها ليها. فجودي بقت أختها اللي بتشاركها كل حاجة. فبص عادل بجهل لحرب النظرات دي وقال بجهل إيه يا جماعة في إيه؟ استمروا في حربهم وكأنهم ما سمعوش عادل. فقال قاسم قولي قلت لها ايه خلاها مكونة الصورة دي عني؟ هي مين دي؟ قلت لها على كل غرامياتك والستات والبنات اللي بعدت شعر راسك وانك بتلعب بالبنات لعب. وعند الجملة دي ظهر الشيطان الحقيقي لقاسم مهران، فضرب المكتب برجله من شدة غضبه، واتقلب المكتب واتكسر من ركلة واحدة، وحط ايده على راسه وهو بيدور في المكان بغضب شديد وبيصرخ ليه 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 بتقولي لها كده؟ فتكلم عادل بمنتهى البرود في ايه يا قاسم ما دي حقيقة. اتجاهله قاسم تاني وقال كلميها حالا شوفيها فين. مها بتحدي ليه؟ كلميها حالا عايز اشوفها فين واروح لها. عادل باندهاش وشوية استهزاء تروح لمين يا قاسم؟ اتجاهله قاسم
وكأنه ما فيش قصاده غير مها، فقال اتفضلي كلميها. لا طبعا، وانا عايز افهم انت عملت ايه. قلتلك كلميها. فاستغل عادل الفرصة عشان يظهر لمها انه بيدافع عنها، فقال قاسم بتزعق لها ليه؟ اتجاهله قاسم للمرة الالف، فبص عادل لمها ولقاها مش ملاحظة كلامه اصلا، فاتنفس بغضب وقال في نفسه هي ناقصة غباء بس وماله، دخلت دماغي. كلميها قلتلك. لا، انتهى صبر قاسم اللي كان بيحاول يتمسك بيه، ولكن حياته بقت مهددة بالانهيار طول ما جودي غضبانة منه، فطلع مسدسه ورفعه في وشها، فبصت له بزعر. وبرده عادل اللي كان أول مرة يشوف صديقه بيستخدم سلاح ضد حد، فاتكلم بصدق وجدية المرة دي وقال مها قوليله هي فين، شكله خايف يخسرها بجد. لا، شد قاسم أجزاء المسدس وكان مستعد للإطلاق، فقال أقسم بالله لو ما قلتيلي هي فين طلقة في دماغك وهتخلص. اهدى بس يا قاسم بيه، وبعدين حضرتك مصر تعرف هي فين دلوقتي ليه يعني؟ يا قاسم ما انت سهل أوي تعرف عنوان بيتها وكمان المدرسة، عامل الليلة دي كلها ليه؟ اتضايق قاسم لأنه محدش فاهم عشقه ليها اللي مخليه مش قادر يتغافل عن دقيقة حزن ليها، فهو عايز يروح لها حالا ويتودد ليها عشان تغفله الخطأ اللي عمله، وكمان يصحح صورته عندها ويوصل لها عشقه وجنونه، فلازم تعرف انها غير الباقيين وانه مش عايز كل نسائه ولكن عايزها هي وبس. قاسم وهو لسه على وضعه عايز اروح لها دلوقتي، عايز افهمها الحقيقة، اصحح لها الصورة الزفت اللي الهانم مديها لها عني، افهموا مش قادر تفضل زعلانة. مها وعادل كانوا بيسمعوه وعيونهم متسعة من الذهول والصدمة، فكل اللي شايفينه وسمعينه بيوضح ان ده عشق نقي خالص، فكانت دهشتهم كبيرة لانهم على دراية كاملة بمين هو قاسم مهران وازاي ما بيتهزش لأجمل نساء الكون. فقاسم شاف الشقرة وكمان السمرة على كل شكل ولون، عنده عشيقة في كل دولة من دول العالم، اسمه بيتصدر صفحات المجلات من الأخبار عن عشيقة كل يوم، فكل يوم عنده واحدة جديدة، لكن اللي يشوفه دلوقتي هيشوف انه راجل تلاتيني واقع في هوا طفلة دوبته ودوبت قلبه معاه، وده اللي ما قدرتش عليه دنيا السواح بكل جمالها الفتاك ودلعها المبالغ فيه وملابسها المغرية، الطفلة اللي ما تعرفش حاجة عن عالم قاسم مهران قدرت تعمل اللي ما قدرتش عليه دنيا، وده بسبب رقتها، فهي هشة صغيرة في العمر وكمان الخبرة. فخرجت مها من دهشتها ودوامة تفكيرها وطلعت تليفونها بجدية من غير ما تتكلم بأي حرف تاني، فاللي شايفاه من قاسم ما يدلش غير على انه راجل عاشق وهيحافظ على معشوقته، فرفعت التليفون وعندها حس قاسم ببعض الارتياح لانها صدقته وبدأت انها تساعده، فقال لها افتح السبيكر. هزت راسها بالموافقة ونفذت طلبه وقامت بالاتصال وثواني وفتحت جودي الخط، وبدأ قاسم يسمع بلهفة وهي بتقول بصوت مختلط بالبكاء ألو. اتألم قلب قاسم بسبب بكائها والأكتر إنه هو السبب فيه، فقالت مها وهي بتبص لقاسم أيوة جودي يا حبيبتي أنت بتعيطي؟ لا أنا كويسة هحكي لك بعدين. شاور قاسم لمها إنها تسألها عن المكان، فقالت مها طيب أنت فين يا حبيبتي؟ أنا مخنوقة شوية يا مها، حصلت حاجة كده ضايقتني فمشيت من الشركة. حاجة ايه؟ حد ضايقك؟ بجد يا مها هحكي لك بعدين، مش عايزة اتكلم في حاجة دلوقتي. طب انتي فين دلوقتي؟ قاعدة في كافيه على الكورنيش. هز قاسم راسه كدليل انه عرف اللي عايزه، وخرج بسرعة وهو بيجري عشان يروح لها ويسترضيها ويعرفها بمدى عشقه وجنونه. وبعد ما خرج
قاسم قفلت معها التليفون مع جودي على وعد بالحديث في الحاجة اللي ضايقتها، فبص لها بتفحص وقال لها انت كويسة؟ هزت راسها بهدوء، فحس عادل انها الفرصة المناسبة للتودد ليها، وكان هيبدأ بالحديث المعسول، ولكن قطعه دخول محسن وهو بيتكلم بلهفة عاشق حقيقي. ما هي حبيبتي مالك؟ رفع عادل حجبه باستنكار وقال بدي هو ما فيش شغل ولا ايه؟ ده وقت البريك يا مستر عادل، وعن اذنك بقى عشان اخد خطيبتي ونتغدى. ومسك كف مها اللي كانت شحبة بيده وخرج وهو ساحبها وراه، فتابع عادل خروجهم باستهزاء وسخرية وقال خدها يا اخويا، ما هي اكيد مش هتسيب عادل بيه وتبص لمحسن، هي محتاجة بس ريق حلو مني على شوية لفت نظر وهتيجي عليا جري، ده انا عادل برضو. وجمع حاجته وخرج من مكتبه بغرور وهو بيخطط انه يخطف مها منه ويتلزز بيها شوية. وبنروح لعند قاسم اللي ركب عربيته وسقها بسرعة في اتجاه الكافيه اللي قاعدة فيه جودي، وبعد دقايق نزل من عربيته وهو مستعد انه يبدأ في استمالة قلبها ليه لانه فعلا بيعشقها. فدخل الكافيه ولقاها قاعدة بتبص بشرود، فبص لها بحب لانها تبدو فاتنة حتى في غضبها، ولكن التقطت عينيه شاب صغير بيدقق في النظر ليها، وشاب تاني قاعد على ترابيزة بعيدة بيتمعن فيها بإعجاب. فغضب قاسم منهم لأنه مش عارف إزاي يخبيها من العيون دي، ولسوء حظه إنه كلهم في سن صغير وأقرب من سنها، ولكن هتكون ليه وحسم الأمر. فقرب منها وهو بيحاول يهدأ لأن ملهاش ذنب في كل نظرات الإعجاب دي، وابتسم بحب وهو شايفها ماسكة كوباية الشوكولاتة السخنة بإيديها الاتنين وبتشرب بكل براءة. فوقف جنبها وهو بيقول ممكن أقعد؟ اتصدمت جودي وقالت بظهور قاسم انشرح صدره من اسمه وهو خارج منها بكل العزوبة دي، لدرجة انه قادر يقسم انه وقع في حب اسمه من جديد بسببها هي وبس. قعد جنبها وهو بيبص لها بمنتهى العشق، اما هي فكانت بتبدله بنظرات اندهاش ممزوجة بالغضب والحزن، فجرأته معها او بمعنى اصح من وجهة نظرها ووقحته اللي لا يمكن تغفرها لي. فبص لها وهو عارف ايه اللي بيدور جواها وقال لها جودي انا مش عايزك تبقي زعلانة مني. ما ردتش جودي عليه فكمل كلامه طب ممكن اتكلم وتسمعيني من غير ما تقطعيني؟ بصت له كدليل للموافقة، فبص لها بارتياح وقال انا طبعا عارف اللي مها وصلته لك عني، وانا مش مغلطها ولا زعلان، هي عندها حق وكمان معذورة. فبصت له جودي وهي عايزة انه يوضح كلامه اكتر، فقال لها عندها حق لان كل اللي قالته عليا فعلا حقيقة، انا ليا عشيقات بعدد شعر راسي ومعذورة لانها بتسمع وبتشوف كل يوم اخبار قاسم مهران مع الستات والبنات، بس هو قاسم مهران مش من حقه يكون ليه حبيبة تبقى حبيبته وبنته وصاحبته ومراته. بصت له جودي بتساؤل عن مين بيقصد بكلامه، فجاوب عليها ايوة جودي قاسم مهران زير النساء واقع في حبك انتي. اتصدمت جودي وتلجم لسانها، فرد هو عارف اني اكبر منك بكتير، عارف ان فرق السن عقبة كبيرة، ممكن لما تكبري وتنضجي تعجبي بشاب من سنك، بس انا فعلا بحبك صدقيني يا جودي. استمر سكتها اللي كان قاتل بالنسبة لقاسم، فقال لها وهو بيترجاها جودي جربي حبي ليكي، انا هحاول اخليكي تحبيني، هقبل لو بنص عشق ليكي، صدقيني يا جودي انا فعلا بحبك. التمست الصدق في كلامه، فبالرغم من صغر سنها ولكن قلبها قال لها ان هو صادق، وطبعا ده من اللي شافته منه من حنان اتحرمت منه،
فقالت وهي بتمسح دموعها بطفولة: بس اللي عملته والله ما كنت بستغل طيبتك ولا انك صغيرة ولا بعملك زي البنات التانية، بس انا لما سمعت اسمي منك لأول مرة ومن غير حضرتك ولا ألقاب بجد ما حسيتش بنفسي، وده من عشقي ليكي بجد. أوعدك يا جودي إني هحافظ عليكي من أي حاجة حتى مني. ابتسمت له ببراءة وهي ملتمسة الصدق في كلامه، فتنهد هو بارتياح وقال لها: يعني موافقة؟ موافقة بجد تديني فرصة وتقبلي بحبي؟ أهزت راسها بخجل، فنط هو من الفرحة وشالها وهو بيلف بيها في المكان، وكل اللي موجودين بيصفروا، ومنهم اللي رفع تليفونه عشان يصور اللحظات اللي بتسطر بداية قصة عشق جديدة، عشق قاسم لجودي. ولحد هنا تكون خلصت حلقتنا، بس قصتنا لسه ما خلصتش والجاية أحلى. يا ترى إزاي هتمشي حياة جودي وقاسم بعد ما ادت له فرصة في إنه يرتبط بيها؟ ويا ترى في حد هيعارض قصة الحب دي ويحاول ينهيها؟ وهل حب قاسم قوي لدرجة انه يتخطى اي مشكلة؟ كل ده هنعرفه في الحلقات الجاية بإذن الله. حبايب قلبي انا طولت الحلقة مخصوص والله عشان خاطر عيونكم وعشان كومنتاتكم الجميلة. ادعموني بقى بلايك للفيديو ووصلوه لأكبر عدد من اللايكات عشان نكمل قصتنا، واشتراك في القناة لو انت مش مشترك. بحبكم قوي، مع السلامة.